الله من الشيطان اللعين الرجيم. والحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير المرسلين وأشرف الخلق أجمعين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة اللغة العربية للصف الأول المتوسط، ألا وهو نصف الفعل المضارع. قبل أن نبدأ بالدرس، لدينا الموضوع. ما الأهداف السلوكية لموضوع نصب الفعل المضارع؟ الأهداف السلوكية: أولا، يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن يكون قادرا على أن 1- يعرف الفعل المضارع، 2- يعدد أدوات نصب الفعل المضارع، 3- يبين الحالة الإعرابية للفعل المضارع، 4- يميز بين الفعل المضارع المرفوع والمنصوب. يستخرج الفعل المضارع المنصوب من الجمل. 6- يصمم جملا عن الفعل المضارع المنصوب. 7- يعرب الفعل المضارع في جمل. هذه الأهداف السلوكية لموضوع اليوم. الفعل المضارع، ما المقصود بالفعل المضارع؟ تعريف الفعل المضارع: وهو ما يدل على حدوث الفعل في زمن الحاضر والمستقبل. تعريف الفعل المضارع هو ما يدل على حدوث الفعل، أي عمل يحدث في زمن الحاضر والمستقبل. الفعل هو عمل، والفعل المضارع زمنه الحاضر والمستقبل، بمعنى الآن أو المستقبل. إعراب الفعل المضارع: الفعل المضارع يكون مرفوعا إذا لم تسبقه أحد أدوات النصب أو الجزم، أي أن الفعل المضارع يكون دائما مرفوع إذا تجرد من ناصب أو جازم، إذا لم تسبقه أداة نصب أو جزم يكون مرفوعا. في الدرس السابق تحدثنا عن موضوع رفع الفعل المضارع، وقلنا يرفع الفعل المضارع وتكون علامة رفعه الضمة الظاهرة أو المقدرة حسب نهاية الفعل. أما موضوعنا لهذا اليوم هو نصب الفعل المضارع. متى ينصب الفعل المضارع؟ ينصب الفعل المضارع إذا سبقته أحد أدوات النصب. ينصب إذا سبق بأحد أدوات النصب. ما أدوات النصب التي تسبق الفعل المضارع فتنصبه؟ لدينا مجموعة من الأدوات، أدوات النصب التي تسبق الفعل المضارع وتنصبه. الأداة الأولى من أدوات نصب الفعل المضارع هي أن. الأداة الثانية لن. الأداة الثالثة من أدوات نصب الفعل المضارع كي. والأداة الرابعة من أدوات نصب الفعل المضارع لام التعليل. سنعرف أنا وإياكم ما فائدة كل أداة، ما فائدة كل أداة أو حرف من حروف النصب. الأداة الأولى من أدوات نصب الفعل المضارع هي أن. ماذا تفيد أن؟ أن حرف، حرف نصب يفيد الاستقبال. حرف نصب يفيد الاستقبال، يدخل على الفعل المضارع وينصبه. هذه الأداة من أدوات النصب، عند دخولها على الفعل المضارع تنصب الفعل المضارع، تفيد الاستقبال. ما المقصود بالاستقبال؟ سنعرفه من خلال الجمل ما المقصود بالاستقبال. نقول أحب أن يتفوق الطالب. أين أداة النصب؟ أداة النصب أن. أحب أن يتفوق الطالب. ننظر إلى الفعل يتفوق، ما علامة الفعل يتفوق؟ الفتحة. لماذا؟ لأنه فعل مضارع منصوب، سبقته أداة النصب أن ونصبت الفعل المضارع. إذا أردنا إعراب الفعل يتفوق نقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، لأنه سبق بأحد أدوات النصب. إذن أن من أدوات نصب الفعل المضارع. ثانيا، قال تعالى يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. الفعل يذهب، أيضا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتح، لأنه سبق بأداة النصب أن التي تنصب الفعل المضارع. قبل قليل قلنا ما المقصود بالاستقبال؟ الاستقبال. هذه الأداة أن عندما تدخل
على الفعل المضارع تجعل زمنه للمستقبل فقط. ذكرنا سابقا أن الفعل المضارع يكون زمنه الحاضر والمستقبل، أما عند دخول أداة النصب أن عليه تجعل زمن الفعل المضارع للمستقبل فقط. ثالثا، أتمنى أن تتعلم من الدرس أيضا تتعلم هو الفعل المضارع، سبقه أداة النصب أن فأصبح فعلا مضارعا منصوب علامة نصب الفتحة. فهذه الأفعال يتفوق ويذهب وتتعلم جميعها تعرف أفعال مضارعة منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها، لأنها سبقت بأداة النصب أن. الأداة الثانية من أدوات نصب الفعل المضارع هي لن. ماذا تفيد لن؟ لن تفيد النفي والاستقبال. قبل قليل عرفنا ما المقصود بالاستقبال، الآن لدينا فائدة جديدة وهي النفي، سنعرف من خلال الجمل ما المقصود بالنفي. مثلا نقول لن أبرح مكاني، بمعنى لن أترك مكاني. أبرح أيضا فعل مضارع منصوب بالفتحة الظاهرة، منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. لماذا منصوب؟ بسبب لأنه مسبوق بأداة النصب لن. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك، أيضا أداة النصب لن نصبت الفعل المضارع. نؤمن الفعل المضارع هو نؤمن، فعل مضارع منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة. السبب لأنه سبق بأحد أدوات النصب وهي لن، ولن قلنا من أدوات نصب الفعل المضارع. ما المقصود بالنفي؟ المقصود أن بالنفي تنفي حدوث الفعل في المستقبل، تنفي حدوث أو حصول الفعل في المستقبل. قلتم يا موسى لن نؤمن لك، في المستقبل لن نؤمن لك، نفت حصول الفعل في المستقبل. ثالثا قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، أيضا الفعل هو ترضى، أداة النصب لن، فعل مضارع منصوب بالفتحة المقدرة، فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. هنا لدينا حركة جديدة وهي الفتحة المقدرة. لماذا أسميناها بالفتحة المقدرة؟ لأن الفعل المضارع هنا محتل الآخر بالألف، فعل مضارع محتل الآخر بالألف، الفتحة المقدرة تكون فقط على الفعل المحتل بالألف، أما الفعل الصحيح والفعل المحتل بالواو أو الياء تكون الفتحة ظاهرة. قال تعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. رابعا أين الفعل المضارع؟ الفعل هو ندعو منصوب بالفتحة الظاهرة. لماذا؟ لأنه مسبوق بأداة النصب لن. نلاحظ أن الفعل ندعو معتل الآخر بالواو، لكن هنا الفتحة ظهرت عليه، الفتحة تظهر على الفعل المضارع المحتل الآخر بالواو، لكن فقط الفعل المضارع المحتل الآخر بالألف لا تظهر عليه الحركة، مثل المثال السابق لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى. سؤال يمكن أن يأتي في الامتحان أو مشابه له في الامتحان، أعرف ما تحته الخط. قال تعالى لن تجد لهم نصيرا، كيف نعرب لن تجد؟ لن من أدوات، لن أداة نصب تفيد النفي والاستقبال، تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. تجد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره، لأنه مسبوق بأداة النصب لن. ثانيا لن ندعو غير الله، ندعو كيف نعرب ندعو؟ أيضا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. لماذا منصوب؟ لأنه سبق بأداة النصب لن. الآن لدينا ملحوظة تكون علامة نصب الفعل المضارع الفتحة الظاهرة إذا كان صحيح. متى تكون فتحة ظاهرة؟ قبل قليل ذكرنا ذلك، تكون الفتحة الظاهرة إذا كان الفعل صحيح الآخر، إذا كان الفعل صحيح الآخر تكون الفتحة ظاهرة.
وكذلك إذا كان الفعل أيضا معتلا بالواو والياء أيضا تكون الفتحة ظاهرة إذا كان الفعل معتلا بالواو والياء. ما المقصود بالفعل الصحيح والفعل المعتل؟ الفعل الصحيح أو الفعل المعتل هو الذي ينتهي بحروف العلة الواو والألف والياء، أما الفعل الصحيح فهو الفعل الذي ينتهي بجميع الأحرف ما عدا الواو والياء والألف. الفعل الصحيح تكون الفتحة ظاهرة، الفعل المعتل بالواو أو الياء تكون الفتحة ظاهرة أيضا، فقط الفعل الذي يكون معتلا بالألف تكون الفتحة مقدرة. أما إذا كان معتلا الألف، إذا كان الفعل معتلا الألف تكون الفتحة مقدرة، فقط الفعل المعتل بالألف تكون عليه الفتحة مقدرة. الأداة الثالثة من أدوات نصب الفعل المضارع كي، أيضا الأداة تفيد الاستقبال. عرفنا ما المقصود بالاستقبال. أدرس كي أنجح، لماذا أنا أدرس حتى أنجح في المستقبل؟ أدرس كي أنجح، أنجح أيضا فعل مضارع منصوب بالفتح، سبقه أحد أدوات النصب كي. نمارس الرياضة كي تصحو أجسادنا، كي من أدوات النصب تفيد الاستقبال. تصحو فعل مضارع منصوب، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. قال تعالى فرددناه إلى أمه كي تقرأ عينها، أين الفعل المضارع؟ تقرأ، علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، سبق بأحد أدوات النصب وهي كي. الأداة الرابعة من أدوات نصب الفعل المضارع لام التعليل. ماذا تفيد لام التعليل؟ تفيد التعليل، لأن ما بعدها سببا لما قبلها. تفيد التعليل، ما بعدها سببا لما قبلها. كيف؟ أجتهد لأنجح، لماذا أجتهد؟ ما السبب؟ لأنجح، ما بعدها سببا لما قبلها. الفعل المضارع أنجح، لام التعليل اتصلت لام التعليل بالفعل أنجح، فأصبح فعلا مضارعا منصوبا، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا. أذهب إلى المدرسة لأتعلم، لماذا أذهب إلى المدرسة؟ لأتعلم، أتعلم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة أيضا. لماذا منصوب؟ سبق بأداة النصب لام، لام التعليل. انتهينا من موضوع نصب الفعل المضارع، وقلنا أن الفعل المضارع يكون منصوبا إذا سبقته أحد أدوات النصب وهي أن ولن وكي ولام التعليل. هذه الأدوات عندما تدخل على الفعل المضارع تنصب الفعل المضارع، ولكل أداة فائدة. عرفنا ماذا تفيد أن؟ تفيد الاستقبال. ماذا تفيد لن؟ تفيد النفي والاستقبال. كي أيضا تفيد الاستقبال، ولام التعليل تفيد التعليل. هذه هي أدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع، وقلنا هناك علامتان للفعل المضارع هما الفتحة الظاهرة والفتحة المقدرة. متى تكون الفتحة الظاهرة؟ إذا كان الفعل صحيح الآخر أو معتلا بالواو والياء. أما الفتحة المقدرة تكون الفتحة المقدرة إذا كان الفعل معتلا الآخر بالألف، فقط الفعل المعتل الآخر في الألف بالألف تكون الفتحة مقدرة. الآن لدينا التمرينات الخاصة بموضوع نصب الفعل المضارع. التمرين الأول، عين أحرف النصب والفعل المضارع المنصوبة من الجمل الآتية: الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والأبيات الشعرية، سنستخرج منها أحرف النصب والفعل المضارع المنصوب. ألف، قال تعالى فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، أين أداة النصب؟ الأداة لن. أين الفعل المضارع؟ ندعو، لن ندعو من دونه إلها، لن أداة نصب وندعو الفعل المضارع. باء، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه، أين أداة النصب في الحديث النبوي؟
لأن يأخذ أن أداة النصب يأخذ الفعل المضارع المنصوب. كذلك أن يأتي رجلا فيسأله، أن يأتي أن أداة نصب والفعل المضارع المنصوب يأتي. جيم، قال ابن المعتز: عليك بحسن الصبر في كل مورد من الأمر كي تحظى بحسن المصادر. أين أداة النصب؟ كي، كي تحظى بحسن المصادر. كي أداة نصب وتحظى هو الفعل المضارع المنصوب. دال، قال عبد الوهاب البياتي: من أجل أن نكتب في جمال عيني أرضنا الأشعار، من أجل أن نكتب في جمال عيني أرضنا الأشعار. أين الفعل المضارع؟ نكتب. من أجل أن نكتب أداة النصب أن والفعل المضارع نكتب. من ألف بستان وأن يجمعنا مهما اختلفنا دار. غنيت للحب وللسلام، غنيت للحب وللسلام والصغار يا أخوتي الكبار. الفعل المضارع من ألف بستان وأن يجمعنا، يجمعنا فعل المضارع المنصوب وأن هي أداة النصب. ها، كي يحترم رأيك عليك أن تحترم آراء الآخرين. أداة النصب كي، كي يحترم رأيك، الفعل المضارع يحترم. كذلك أن تحترم آراء الآخرين، أيضا أداة النصب أن، الفعل المضارع المنصوب تحترم، فعل مضارع منصوب لأنه سبق بأداة نصب وهي أن. واو، نقطة واو: يتكاتف العراقيون لينتصر الوطن على الإرهاب. في هذه النقطة الأخيرة أين الفعل المضارع؟ ينتصر فعل مضارع منصوب. أين أداة النصب؟ لام التعليل، لينتصر الوطن، لام التعليل أداة النصب والفعل المضارع هو ينتصر. التمرين الثاني: ضع في كل فراغ من الفراغات الآتية أداة نصب مناسبة واضبط آخر الفعل المضارع بعدها. ألف: التحلى بالخلق الفاضل قبله. أي أداة مناسبة نضعها هنا قبل أدعو إليه؟ الأداة هي أن. أتحلى بالخلق الفاضل قبل أن أدعو إليه كي يقتدي بي الآخرون. باء: نقرأ الكتب نزداد وعيا. ما الأداة المناسبة؟ نقرأ الكتب لنزداد وعيا. لام التعليل. جيم: لن يهلك أمر عرف قدر نفسه، لن يهلك امرؤ عرف قدر نفسه، الأداة هي لن. دال: نمارس الرياضة تصحو أجسامنا، نمارس الرياضة كي تصحو أجسامنا، الأداة هي كي. ها: من بر الوالدين تسعى في إرضائهما، من بر الوالدين أن تسعى في إرضائهما. التمرين الثالث: اختر فعلا مضارعا مناسبا من بين القوسين وضعه في الفراغ المناسب له واضبط آخره. هذه الأفعال هي: يرضى، يستطيع، يعمر، يحقق، يكون، ليجعل. كان غسان منذ صغره يحلم أن، ماذا يحلم؟ يحلم أن يكون مهندسا مشهورا. كي البنايات العالية، كي يعمر البنايات العالية والجسور الكبيرة، ولن يرضى بغير ذلك، فليس تحقيق الحلم مستحيلا، فقد عمل بكل جد واجتهاد ليجعل حلمه حقيقة. فواظب على دروسه وتحضير واجباته بكل إخلاص حتى صار الحلم حقيقة. فها هو اليوم مهندس عظيم يشار إليه بالبنان. وهكذا فلن يستطيع الإنسان
أن يحقق أحلامه إلا بالإصرار على تحقيقها. هذه هي الأفعال وضعت في أماكنها المناسبة وتم تغيير حركتها. لماذا أصبحت حركتها الفتحة بعد أن كانت في منطوق السؤال الضمة؟ السبب لأنها سبقت بأدوات النصب التي تنصب الفعل المضارع. التمرين الرابع، أعرب الكلمات المكتوبة باللون الأحمر. قال تعالى: ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. كيف نعرب لن تجد؟ لن، إذا أردنا إعراب لن، أداة نصب، أداة نصب تفيد النفي والاستقبال، تدخل على الفعل المضارع فتنصبه. تجد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه سبق بأحد أدوات النصب. ثانيا، ارمي النفايات في الأماكن المخصصة لها لتسهم في حماية البيئة من التلوث. كيف نعرب لتسهم؟ اللام لام التعليل من أدوات النصب تفيد التعليل. تسهم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه سبق بأحد أدوات النصب. وهذه الإجابة الخاصة للتمرين الرابع، تمرين الإعراب، أعرب ما كتب باللون الأحمر. هذه هي الكلمات كذلك الإعراب الخاص بها. لن أداة نصب، أداة نصب تفيد الاستقبال والنفي. تجد فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه سبق بأحد أدوات النصب. لتسهم اللام لام التعليل أداة نصب يكون ما بعدها سببا لما قبلها. تسهم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة لأنه سبق بأداة النصب. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت. شكرا لحسن إصغائكم واستماعكم، آمل أن تكونوا قد استفدتم من الدرس، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا لكم.